أهلا بكم إلى التفاصيل. أشرف ممثل وزير العدل حافظ الأختام ورئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا السيد بو زياني نادير على مراسم تنصيب بشريت مختار رئيسا جديدا لمجلس قضاء جالمة خلفا للسيد شرف الدين زبيدة. ويأتي هذا التنصيب في الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك العدالة. فاطمة زهراء شماخ أرسلت التالي. تم تنصيب السيد بوشريط مختار الذي كان رئيسا لمجلس قضاء بجاية وعين بمرسوم رئاسي على رأس مجلس قضاء جالمة خلفا للسيدة زبيدة شرف الدين. كل هذا من أجل خلق دم جديد في سلك القضاء وتبادل الأدوار. أكد محمد الخير مدير الموارد المائية لتمنراز أنه تم إنجاز أكثر من 4 سدود جوفية من أجل استغلال مياه الفيضانات، خاصة أن الولاية معروفة كثيرا بتساقط الأمطار الموسمية والمتسببة في فيضانات الوديان المهددة لحياة السكان. التصريح كان في ميكروفون عبد الرزاق حجي. في منطقة الهجار اللي احنا رانا موجودين فيها، يعني عندنا بالفعل أمطار موسمية يعني في وسط الصيف، يعني وين تكون سيلة الأودية، وبالتالي يعني هذا يستدعي بأننا نديروا حواجز أو تهيئات على مستوى الأودية باش نخزن أكبر كمية من المياه. وبالتالي يعني على كل حال في السنوات الأخيرة هذه، في 10 سنوات الأخيرة قمنا بإنجاز 8 سدود باطنية يعني على مستوى كل الأودية الرئيسية للهجار، وهذا يعني راه نتائج راهي ظاهره، يعني بولا روشارج يعني باش لا ناب انفيروفلي هذه تعاود تجدد من سنه اخرى او عند سيلان كل يتكرر مشهد قصد لينابيع طبيعيه وصهريج باحياء بلديه البيرين في الجلفه بسبب ازمه مياه ضربت المنطقه. المزيد في تقرير زكريا متاح. 2016 نقعدوا نحكوا الماء والله غا بزاف 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 بزاف، تقدر تقول كل سمانه زوج سيرنات كل سمانه ب 120 240 الف في 15 جور. بهذه العبارات استقبلنا سكان بلديه البيرين في الجلفه بعد ان اصبحت اهتماماتهم لا تكاد تفيق من ازمه مياه ضربت مختلف احياء المدينه. بلديه فيها مانيش عارف قداش مبئر هنا في منطقة مريش، وأهلها كل الأحياء 80% من الأحياء ماهيش استفاد من المياه، ومن التوزيع سوء توزيع سوء تسيير وما كان حتى شيء. ما بقوش يعطونا الماء شهر كامل، شهر كامل حنا نقابلوا ننقل البيدونة، وأنا راجل كبير نجيب البيدونة. فرغم الشكاوى التي رفعها سكان بلدية البيرين منذ أشهر إلا أنها لم تلقى صدى. ولا كذبتني دخلوا تشوفوها من ستيرنات، ودوك نرجع رانا ندير لكم بلاكة من هنا ويجي الماء هنا. مسؤول المياه أكد بدوره أن المشكل سببه أصحاب المستثمرات الفلاحية وأن العطب الرئيسي تم إصلاحه. كل مرة نديروا عمليات وين نحو لي بيكاج إليسيد، بصح كل مرة ثاني أصحاب المستثمرات هذو يعاودوا يرجعوا لي بيكاج. العطب كان على مستوى صمام إنفان للوبيركول تاعها، يعني تبلوكا حبس التوزيع صلحناه. هذا ويبقى المواطن البيريني الضحية الأكبر في ظل الموقف المحتشم من الجهات الوصية، رغم ما تسخر به البلدية من احتياط هائل للمياه الجوفية. من الجلفة إلى شلف، أين يعد حي مأتي مسكن المتواجد ببلدية واد الفضة من أقدم الأحياء وأخطرها على السكان بسبب قربه من الوادي، حيث أصبحت المياه المتسربة إلى العمارات من هذا الواد تركض أسفل العمارات. رشيد مشور. رانا دروك شوف لا لي بالكون لا لي بالكون، عندنا 14 سنه ملي ساكنين لا سبيغه لا طونشيتي ولي زيسكالي كاع راحوا. نناشد السيد الوالي بالدخل في اقرب الاجال ان شاء الله باه يشوف وضعيه هذه السكان هذه السكنات الغير اللائقه، نشوفوا ادنى شروط راهي غير متوفره. عندنا هنا مشاكل في 200 مسكن، ما بينها ترى المياه هذه اللي تضيع هنايا هاي تروح للداخل في البلوك، وهذو صحاب لي تروا بلوك معيا ويشتكوا ما كانش اللي داها فيهم. وهذا المشكل قائم
عندهم مده سنوات الماء راه يستغني في الكاب تاعهم. المشكل القائم من صلاحيات ديوان التسجيل العقاري اللي هو لازم راه متكفل بالمشكل هذا. فيه مضخات ولكن هذه المضخات مش مره على مره راهي تطيح اون بان. بعد الاحتجاجات المتكررة لسكان ولاية الوادي عن الحالة الكارثية التي تعرفها المؤسسة الاستشفائية دار الولادة والأمومة بشير بن ناصر، بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يتلقونها، أظهرت صور وفيديوهات من داخل المؤسسة حقيقة ذلك من خلال انتشار القطط المتشردة داخل المؤسسة الاستشفائية، إضافة إلى تحويل المطبخ تحويل مطبخ لغرفة عمليات ناهيك عن انتشار الأوساخ وتوقف المكيفات عن العمل تحت درجة حرارة فوق 50 درجة. في سياق مغاير وعلى هامش الحفلة التكريمية لنجاحنا الأوائل في جميع الأدوار، أقام رئيس بلدية الكاليتوس مأدوبة عشاء على شرف الصحفيين والإعلاميين في مبادرة قيمة تعبيرا منه على الجهود التي يبذلونها من أجل إيصال المعلومة سواء بالنقد أو الإيجاب. وليد مهاجري رصد التالي. نتمنى مثل هذه المبادرات تتكرر من مسؤولين وشخصيات أخرى تقدر العمل الصحفي ومدى أهمية هذا المجال. كصحفي أبارك على هذه المبادرة التي قام بها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس بعد أن قام بلم كل الصحفيين القاطنين بالمنطقة في مأدبة عشاء واحدة، وكما قام بحفل تكريمي لفائدة تلاميذ المتفوقين في جميع الأطوار الثلاث. أشكر كل من ساهم في هذه المبادرة الرائعة وبالخصوص رئيس بلدية الكاليتوس على مأدبة العشاء التي أقامها على شرف الصحفيين، وسيقوم بعد قليل بتكريم الصحفيين. أشكره كثيرا على هذه المبادرة الجميلة. رزقت سيدة بولاية سكيدة بأربعة توائم، دفعة واحدة ثلاثة ذكور وأنثى، يتواجدون في صحة جيدة بعد عملية قيصرية دامت أكثر أو دامت 20 دقيقة. محمد حمد أرسل التالي. الحالة هذه هي وضع 4 مواليد، 3 من جنس ذكر وواحدة بنت، في صحة جيدة. هم درك على مستوى مصحة المواليد التابعة لمصحة أبو القاسم سكيكدا. الندرة في الموضوع أنه كاين حالات بزاف متشابهة، أنه 4 مواليد أو 3 مواليد أو 5 مواليد. الندرة الحالة أنه وصول الحمل إلى فترته الأخيرة كما احنا نقولوا أتيرم. أول حاجة صحتي عاد كيف ملاحة، فرحة بالصغاري وأعطاهم لي ربي. حالتي ضعيفة شوية والمعيشة ضعيفة في الدار، حكمني عنده 2 شهر. طلب يعاونوني على خاطر أنا راجلي وما يخدمش ويعاونوني برك ما عنديش. دراري والله فرحان بيهم، فرحان بزاف، والناس كل فرحوا معايا، أصحابي أحبابي فاميلتي، والحمد لله مش ربي عايشهم لي. إلى موضوع آخر، يعد الميدال من أهم الموروثات الشعبية والتقليدية التي عرفها وتمسك بها الرجل الجزائري في الجنوب، إلا أنه اليوم واندثاره جاء بعد عزوف الكثيرين عنه. ورقة في الموضوع مع نور الدين الرحمن. المظل غطاء رأس الرجل الذي يقيه الحرارة صيفا عرفه سكان الجنوب منذ القدم، وأقبلوا عليه وقاية وزينة وتفاخرا. كان كرشي قيل الماء بالك تقول ما اعتبرها عندها المال ولا حاجة، ولا عندنا ربي والله والله ما خلص منها. عندي عائلة وعندي كيقول 800 وخلصها، وشاري مليون مظلم مليون سمعت. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نشكره، الحمد لله رب العالمين نشكره.
المظل عرف بحضوره الرئيس والضرور في همة الفارس في ألعاب الفانتازية والخيل التي يجيدها سكان الجنوب. كي يدير المظل فوق العود تعطيه قيمة في ثلاث شروط. أول يجيب لها العود والفارس ومولاه. يعرف المظل تراجعا في وقتنا الحالي لدى فئة الشباب على الخصوص، أين استبدل بأنواع عديدة من القبعات تماشيا مع العصر والموضة. لا المظل مانيش متعود على المظل، انا متعود على الكاسكيطان، دائما ندير الكاسكيطان. لا لا راه منقارض ماهوش متوفر، كل العادات والتقاليد للاسف الشديد استمرها رايحة تنقارض. نهضروا الصح يعني دروك راه ولات الكاسكيطه هذه كيما نقولوا بدعه اوروبيه. حوس عليه وما كيفش ربي، بصح كون قال المظل ندير المظل، المظل ثاني مليح. المظل هو تقاليد تاع بواتنا تاع جدودنا. تقاليدنا تندثر ولولا قلة قليلة من الألعاب والعادات لاندثرت ومنذ وقت طويل. تنتشر بشواطئ ولاية مستغانم ظاهرة ولوج الدراجات المائية أو ما يعرف بالجيتسكي من قبل الشباب الهاوي الذي يستمتع ويغمر في ذات الوقت بحياته وحياة المصطفين رغم معاقبة القانون لأمثال هؤلاء. أنيس بن حلوان ونجم أبو كرش في هذا التقرير. في كل موسم اصطياف يحل بولاية مستغانم إلا وتنتشر ظاهرة ولوج الدراجات المائية أو ما يعرف بالجتسكي. بالرغم من معاقبة القانون إلا أن الشباب الهاوي يغامر بحياته وحياة المصطفين بمناورات خطيرة. جتسكي خويا واش نقول لك، بون حاجة مليحة، حاجة تاع الوزير، استادير الناس تلعب بها تزهى، كاين اللي ديباسي لي ليميت تاعو فاهم، كاين اللي دي جاتسكي يقعد يلعب قدام الناس هنايا، كاين ريسكي بالليفي تاع الناس. بلا بيرمي ما تصوحش جاتسكي، باسكو كاين لا ديوانه مي قبضوهم في الشط، يحكمك بلا بيرمي راه يدير لك الجاتسكي تاعك. وحنا البارح قبضونا لا ديوان داونا الجاتسكي. بلا جاتسكي بلا بيرمي ما دير والو. توقيع بند قبل الإيجار وتكليف أعوان مختصين لمرافقة الزبائن أثناء السياقة بالإضافة إلى تقنية التحكم عن بعد من بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بعض مؤسسات لكراء الدراجات المائية. كاين واحد لوبسيون جديدة خرجت في الديسبونيبل يعني دروك في لوجيسكي، هو أنه المونيتور ينجم يقطع لوجيسكي أ ديستانس، صادير هو فوق لابلاج أ 10 كيلومتر لوجيسكي ينجم يقطعو أون كات دانجي. كون يشوف سيد ما راهش يلعب عند الغاشي بزاف راه مقرب ولا راه رايح بلاج واحد اخرى ولا ينجم يقطع له الجاسكي ويهضر معاه من فيها ميكرو. غالبا ما تكلف النزهه والترفيه عن النفس ثمنا غاليا في حاله المناورات الخطيره وعدم احترام البنود القانونيه. لهنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموعد المحلي. قبل ذلك نذكركم أنه يمكنكم متابعة برامج قناة النهار على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر كما تظهر أسفل الشاشة. كما يمكنكم تحميل تطبيق النهار لأجهزة الأندرويد على جوجل بلاي بكتابة النهار تيفي بالعربية والفرنسية لتستقبلوا إشعارات الهام والعاجل. تقبلوا تحياتي وتحيات كل طاقم العامل معي في منيلا.